فردوا علينا الهجرة المرة، فردوا علينا الهجرة المرة، قالكم انبوا الجنة الخضرة، قالكم انبوا الجنة الخضرة، النوبة هناك خلف السد، النوبة هناك خلف السد، فردوا علينا الهجرة المرة، فردوا علينا الهجرة المرة، قالكم انبوا الجنة الخضرة، قالكم انبوا الجنة. أو من قبل عصام الصغير لم نرضى، مات الآلاف من الشباب. اجري يا شاطر واللي بديع، اجري يا شاطر واللي بديع، أرض النوبة مش للبيع، أرض النوبة مش للبيع، اجري يا شاطر واللي بديع، اجري يا شاطر واللي بديع، أرض النوبة مش للبيع، أرض النوبة مش للبيع. يسقط يسقط حكم المرشد، يسقط يسقط حكم المرشد، يعني المواعيد النهارده وزارة الزراعة، لأن هي الهيئة المسؤولة في الوزارة بتاعت كان سوري في الدولة اللي بيرقصها محمد مرسي، اللي أعلنت عن عرض بيع أراضي النوبة في المزاد العلني، وكأن مكافأة لأهالي النوبة إن بعد ما اتقال علينا ان احنا جاليه من السيد الرئيس، اللي يبدو ان هو مش عارف يعني ايه جاليه او مش عارف النوبه دي فين، بعد كده وبرده انتخبنا ليه ما كانش هينفع مع النوبيين عمرهم يعني مش هيقفوا مع الفيول، ما تم انتخابه الراجل نجح فبيتفقنا بانه بيعرض اراضينا للبيع. متخيل ان احنا هنسكت او ما عندوش فكره ان النوبه دي مش مجرد ارض، واضح انه ما عارفش يعني ايه ثقافه نوبيه، يعني ايه حضاره نوبيه، ما عارفش ان النوبه بتقدم تضحيات للوطن كبير مصر من قبل ما يبقى في حاجه اسمها جماعه الاخوان المسلمين، ما عارفش ان الحضاره النوبيه اقدم من الايديولوجيه اللي هو بيتحرك منها اصلا بالنسبه لمحمد مرسي، يعني بيقولوا عليه دلوقتي الرئيس المنتخب. عشان كده جايين نفهمهم ان سكات تاني ووعود تانية في الهواء مش هناخد، جايين عشان نفهمهم ان ونفهم المستثمرين اللي ممكن يضحك عليهم ويخشوا المزاد دوت، ننصحهم ان هم ما يدخلوش هذا المزاد لان هيقعوا ضحية عملية نصب، لان هيدفعوا ثمن ارض لحكومة لا تملكها، الارض دي ملكنا، واللي هيفكر يروح هناك مش هيعرف يشتغل غير على مستثمر. هيا نوبي ويا نوبية، دقوا دبل للعودة الجاية، دقوا دبل للعودة الجاية، أرض النوبة خالص.